هنعمل ميلك شيك القهوة، عندي شوية آيس كريم فانيليا، شوية من القهوة المبردة، عندي هنا صوص شوكولاتة، وعندي شوية من كريمة الخفق، وده كل اللي عندنا. على طول كده هبدأ بالآيس كريم. وهنزل عليه بالقهوة. نضرب بدول الأول وهزود بعد كده شوية قهوة تانيين. هزود باقي القهوة بتاعتي. وهنضرب. حلو قوي، كاستنا. ننزل شويه من صوص الشوكولاته تحت كده اهو، عشوائي كده في كاس. بعد كده ننزل بالميك شيك. ننزل بالكريمه.